هل أتابع المسلسلات في رمضان أم أن الأفضل التفرغ للعبادة والبعد عن الإعلام تماما؟ لا، وفي الحقيقة مش الأفضل، ده الواجب، إنك تبتعد عن هذا الهتر الذي نعيش فيه بهذا الضجيج من الإثارة وشغل البال وإنشاء المشكلات ثم محاولة حلها، وكل هذا يعني لا تجده يوم القيامة. ستجد يوم القيامة ركعات خلوت فيها مع ربك، ستجد يوم القيامة الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش هتجد إن أنت شفت كم مسلسل. كثير من الناس سيأخذ هذا الكلام بأننا ضد الفنون وضد الآداب وضد مش عارف الإيه وكذا إلى آخره، والأمر ليس كذلك، والله أعلم بما هنالك. من أراد حرية لدخول النار فليترك للناس حرية في دخول الجنة. يعني أنت تاخد حريتك في دخول النار وزعلان إن أنا عايز أدخل الجنة، أنت مالك يا أخي؟ ما كل واحد يعيش حياته.